مرحبا بكم مشاهدي الكرام عبر قناتكم ديما الجديد إلى هذا الفيديو. أصدرت الفنانة المغربية سعيدة شرف جديدها الغنائي أغنية بعنوان العرس في دارنا، وهي من ألبومها الجديد. الأغنية من كلمات وألحان وتوزيع هشام خطير وإخراج كريم بنيس. وحرصت سعيدة شرف للترويج لأغنيتها عبر حسابها انستغرام، حيث نشرت صور وفيديوهات من كليب الأغنية، وتمنت أن تنال إعجاب جمهورها الذي يتابعها ومحبيها. الفنانة سعيدة شرف إضافة إلى مجالها الفني، فقد حصلت مؤخرا على شهادة الإجازة في الصحافة، كما عينت كسفيرة للصحراء من طرف منظمة الأمم المتحدة للفنون. خضعت الفنانة سعيدة شرف لعملية تجميل على مستوى الأنف والشفتين، مما جعلها تظهر بلوك جديد، حيث أثارت الجدل عبر وسائل التواصل الاجتماعي عند أول ظهور لها بعد العملية. وبعد السماح بإقامة الأعراس والحفلات، فقد أحيت الفنانة مؤخرا حفلا بمدينة طنجة عروس الشمال، ومن المقرر أن تحيي حفلات أخرى. فكل التوفيق للفنانة سعيدة شرف ومزيد من التألق. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا لايك واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس كي تتوصلوا دائما بجديد الفيديوهات. شكرا لكم مشاهدي الكرام على متابعتكم، دمتم بخير وإلى اللقاء. وريني باب دركو من جيكم العاري العا ديك الجبال دركو كريبو العاري العا برج العالي والافراق غزالي والعاري العا هنا حوما ساكنين انتوما العاري العا وريني باب دركو من جيكم العاري العا ديك الجبال درقو كريبو العاري العا برج العالي والافراق غزالي والعاري العا
Yeah.